إن طبعا شاء الله. نكر على مسامعكم واكيد مشاهدكم الكريمه سؤال تفاعل الحلقه بلي لهذا اليوم، والذي يقول: كيف يؤثر السفر على حالتك النفسيه؟ نعم طبعا سؤال كلش مهم. عاشت ديش يا ليلى، كل احنا حبيبتي نحتاج، سلام. خصوصا يعني امتحانات المتوسطه خلصت اي وقبيل انه ما تبدا انه امتحانات الاعداديه، فالاهالي صحيح، يحتاجون يعني الى مساله هم السفر. الاهالي يحتاجون السفر قبل ما يحتاجوا ابنائهم الطلاب الطلاب، صحيح. حتى يكونون يعني تكون صحتهم النفسية شوية وعندهم طاقة وعندهم قدرة تحمل. اليوم احنا كنا بحاجة إلى السفر حتى نغير من نفسيتنا، مثل ما قلنا يكون قبولنا على الحياة يكون بأكثر حماس وأكثر تفاعل. الإنسان إذا يستمر على روتين معين راح يصير عنده ملل ويصير عنده كسل. هسه السفر اذا ما يكون خارج البلد خلي يكون في داخل البلد، يعني نغير المهم المكان اللي احنا بيه، هسه سواء كان زياره اقارب في محافظات اخرى او زياره المراقد المقدسه او الاماكن السياحيه اللي تكون في بلدكم، او ممكن انه نطلع خارج البلد اذا الظروف تكون سامحه. موضوع السفر له تأثير إيجابي كبير على النفس البشرية وأثبتته الأبحاث والدراسات، وأيضا أئمتنا الأطهار ذكروا أنه للسفر فوائد كثيرة. لذلك اختارينا أنه يكون سؤال التفاعل حلقتنا لهذا اليوم حول موضوع السفر وتأثيره، وخلي يكون باب للنقاش وياكم مشاهدينا من خلال تعليقاتكم اللي وردت على الصفحة الرسمية لمجموعة قنوات كربلاء الفضائية. راح نبدأ وياكم في التعليق الأول اللي صارت عنا عليه طبعا حسين الكربلائي. تأثيره إيجابي، هم يأخذ راحة بالعطلة الصيفية، مثلا يذهب إلى أماكن دينية، مراقد الإمام الحسين عليه السلام أو للنجف لزيارة أمير المؤمنين عليهم السلام، يعطي الكثير من الإيجابيات ويضيف للنفس راحة وإقبال للطاعة والقرب للمعصوم ولله عز وجل. تحية لكم قناة كربلاء الفضائية وبرنامج صباح كربلاء عائلتي الثانية. شكرا لك يا أخ حسين على مشاركتك ويانا. احسنتي طبعا ليلى. وطبعا نكمل التعليقات. الاخ عبد الزهره يقول: السفر مهم للانسان، وهناك حديث عن مولانا امير المؤمنين عليه السلام يقول: فسافر ففي الاسفار خمس فوائد: تفرج هم واكتساب معيشه. طبعا الى نهايه الحديث المبارك. طبعا هذا مضمون الحديث. الاخت خادمه الحسين تقول: السلام عليكم. عليكم السلام والتحيه والاكرام. تقول: يؤثر السفر ايجابا او ايجابيا على النفس، ويكون خير عون لتجديد الافكار والطاقات. والإنسان عندما يسافر لابد أن يضيف شيء من المعلومات ويكتشف شيء جديد، والسفر الديني لأهل البيت سلام الله تعالى عليهم أجمعين يعطي الكثير من الإيجابيات ويضيف للنفس راحة وإقبال للطاعة والقرب للمعصوم والله عز وجل عليه السلام. أحسنتم. ايضا عندنا كارناس وليد تقول: السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، انا من اشد المعجبين بهذا البرنامج الجميل، خصوصا المقدمه نهى وند العبودي المحترمه، ربي يحفظكم. شكرا. اكيد سفر مهم جدا، انا جربت هذا الشيء وتغيرت حياتي، ان شاء الله يا ربي دائما تتغير حياتكم للاجمل والافضل. عندنا نور الزبيدي تقول: السلام عليكم ستنا الغاليه. وعليكم السلام عزيزتنا نور. السفر يعطي طاقة إيجابية للشخص، خصوصا إذا كان سفر ديني، مثلا زيارة مراقد أهل البيت عليهم السلام، وخصوصا زيارة حبيبي الحسين عليه السلام، فإني أجد الراحة والطمأنينة في رحابه، فكلما أحس بضيق في صدري أذهب لزيارته فأرى السعادة تغمرني. إن شاء الله السعادة دائما في الدنيا والآخرة تغمركم يا عزيزتنا الغالية يا نور. فعلا هو كل إنسان يبحث عن المتطلبة، يعني نفسه شنو تطلب؟ تطلب تشوف مساحات خضراء، يحاول يسافر يشوف هذه مزارعنا الجميلة ويشوف المساحات الخضراء اللي موجودة ببلدنا، يحتاج رؤية المراقد الشريفة والتزود من هذه المناطق اللي هي أماكن لهبوط الملائكة، وأيضا يعني أماكن مباركة يستجاب فيها الدعاء، فتكون النفس هناك مرتاحة. احنا من نحكي بيناتنا نقول يرجع واحد وكأنما مسوي فورمات لنفسه كلها، صحيح. مثل ما نسوي فورمات للأجهزة،
يعني نحس براحة نفسية، الهموم اللي علينا وضغوطات الحياة اللي نواجهها نحس بيها يعني تكون خفيفة علينا، صح. وكأنما يعني نزالت كل هذه الهموم، لأن هي أماكن مقدسة وطاهرة، وإحنا نروح يعني بأرواح متلهفة وبالدعاء وبالصلاة، كل هذه الأمور يمكن رب العالمين سبحانه وتعالى ينزل علينا السكينة ويمنحنا قدرة وتحمل حتى نكمل حياتنا. أحسنت. طبعا ليلى يعني بدء العطلة الصيفية، ويمكن دلي. كل إنسان من يريد يختار الوجهة اللي يريد يتوجه إلها يقول ما أعرف أنه أريد أنه سياحة دينية أو مجرد سياحة لأماكن معينة، صح. للطبيعة أو لا، صراحة يبقى أنه بحيرة من أمره، غيرون جو المهم بالضبط. لكن ماكو مشكلة إذا كان نفس البلد، طبعا ويعني أغلب البلاد اللي تحتوي على المراقد المقدسة لأهل البيت عليهم السلام تحتوي أيضا أنه على الأماكن الطبيعية الكثيرة جدا، سواء كان الدول العربية أو غير الدول العربية. فأقول بالتالي ما أعرف إذا توافقين بالرأي أنه الإنسان ماكو مشكلة يجمع بين السفر الديني يعني للسياحة الدينية، فبالتالي أنه يملأ هذه الطاقة الإيجابية الروحية لنفسه، صح. وبالتالي أيضا هم يعني يعتبر فد سفر يغير عن نفسه ويملأ البطارية الروحية. ما بيها أي شيء فعلا، ما بيها أي شيء. أنا أوافقك بالرأي هاد، يعني مثلا أنه أنا رحت زيارة، مثلا خلينا نقول هسه احنا في محافظة كربلاء نعيش، اردت اروح للنجف الاشرف وزرت الامام علي عليه السلام ورحت المسجد الكوفة وكمل زيارة المراقد الدينية، شنو بيها مثلا اذا اروح للاسواق او اروح منطقة بحر النجف او اروح فد مكان مميز، مثلا مطعم مميز، ما بيها اي مشكلة انه اني اجمع مثل ما ذكرتي بين السياحة الدينية وبين السياحة الاخرى، مثل اللي يجون الكربلاء اللي يبقون كذا يوم، اول يوم يزورون الامام الحسين عليه السلام واخي ابو الفضل العباس، بعدين يمكن يشوفون اي منطقه سياحيه في كربلاء، المنتجعات، الاماكن اللي هي الحمد لله والشكر متوفره كلها وكلها تناسب العوائل المسلمه، او اللي يروح لمدينه الحله مدينه بابل ويزورون الاثار ويزورون المراقد المقدسه، ما بيها اي شيء اصلا. هي والبعض انه يختلط، احسنتي يا ليلى، مو البعض انه يختلط الامر عليه يقول لا انا خليني ديش المره ان يعني في السفره السابقه كانت انه سياحه دينيه خليني هسه اغير جو، ماكو مشكله يعني مشكلة. اغلب البلدان دا تكون بيها سياحه ودا تكون بيها مراقد مقدسه. طبعا هناك تعليق يقول صباح الخير، صباح الخير والعافيه، الراحه النفسيه في زياره الاماكن المقدسه وايضا زياره المريض والكلام طيب اثناء السفر، فعلا يعني هذا من الامور الايجابيه، اختار الرفيق قبل الطريق بالفعل. طبعا هناك احاديث تعلمنا انه كيف نختار الرفقه في السفر، صح. تقول وشكرا على هذا البرنامج الروعه والمفيد، شكرا لذوقكم. هناك تعليق اخر من زهره الجاردينيا تقول السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. السفر مفيد جدا للنفسيه ويعطي الايجابيه، خاصه اذا كان السفر ديني للمراقد المقدسه، وفقكم الله لما يحب ويرضى. نعم. شكرا لذوقكم وايضا لمتابعتكم. عندنا ام علي تقول السفر يحسن المزاج ويكسر الروتين ويوثق الصله بالآل الاطهار، اذا كان لزياره المراقد المقدسه تعارف بين الشعوب وتغيير افكار ونظره قاصره بين الطرفين. اذا هذه اغلب التعليقات اللي وصلتنا اليوم حول سؤالنا الخاص بموضوع السفر وتأثيره على نفسيتك. يعني نشوف كل التعليقات اشتركوا بأنه السفر إلى طاقة إيجابية وإلى تأثير إيجابي على حياتهم، ما حد قال أنه تأثير السفر تأثير سلبي علي، لا. فلذلك احنا ندعوكم انه تحاولون تطلعون من الروتين اللي معتادين به، وانه دائما لو دوام وبيت او عمل وبيت، نخلي فد يوم بسيط انه نغير به من نفسيتنا. يعني هسه حتى لو كان سفر مثل ما قلنا انه بداخل المحافظه، بس اروح فد مكان جديد او اروح الى محافظه اخرى هسه قريبه بعيده حسب الامكانيه وحسب الظروف، المهم انه اغير من الروتين اللي انا عايش بيه حتى اقدر اغير نفسيتي واقدر يكون عندي اقبال على حياتي، اكمل عملي بشغف، اقوم بمهامي البيتيه، وكل هذه الامور ان شاء الله تجي من شحن النفس بالطاقه الايجابيه. ان شاء الله دائما تكون حياتكم مليئه
بالطاقة الإيجابية. أحسنت طبعا يا ليلى، ومثل ما ذكرت طبعا حسب الظروف وحسب الإمكانية، لكن قدر الإمكان يعني الإنسان يخلي له في السفرة واحدة بالسنة يقدر أنه يشحن طاقته الإيجابية. والنفس هي عبارة مثل أنه أشحن يعني أجهزة الجوال، شلون نقدر أنه يعني نشحنه وقت أنه نفاد هذه البطارية.